ضيفتي النهارده لبنانيه الاصل مصريه الهوى، فنانه بريحه ورود بيروت، قويه وجميله زي جبال لبنان، اعلاميه مثقفه بدرجه سفيره للمراه العربيه في كل مكان. رفضت الاعتماد على جمالها بالرغم انها فاقت في الجمال كل التوقعات، وقدرت انها تبرهن ان مش جمالها لوحده هو سر نجاحها واستمرار بريقها لحد دلوقتي. معايا ومعاكم النجمه الجميله مادلين طبر. اهلا بيكي معانا على قناه دريم وبرنامج ستاند باي. ميرسي قوي، انا وحشتني دريم، واشكرك انك يعني كنت الطريقه الجميله اني اجي لدريم مره ثانيه. جيت مع احمد مسلماني من يمكن 7 سنين ودي ثاني مره، تصور. طبعا وحشانا ووحشانا على شاشه قناه دريم، ومبروك على الاعمال اللي كانت فوق الرائعه اللي كانت في رمضان اللي فات. بس قبل ما نتكلم عن أعمال رمضان، أنا كنت بقول خبر قبل الفاصل عن مسلسل ورق التوت اللي انت داخلة إن شاء الله، واللي هيتصور بين مصر والهند. كلميني عن العمل ده وإزاي تم ترشيحك ليه. اولا ميرسي قوي على المقدمه، كانت لطيفه جدا وجميله وحلوه زيك. الله يخليك يا حبيبتي. اوراق التوت هي عن اوراق ابن احمد، عمل يعني ما نقدرش نقول عليه تاريخي. فاكر الفرسان؟ ازاي يتصور بالمزاج اللي هو ما بين المودرن وتاريخي عشان يبقى قريب من الناس. بنفس الذهنيه دكتور ماجد العبيد اللي هو صاحب المشروع لهذا المسلسل، وهو الممثل السعودي وايضا المنتج الفني لهذا العمل الضخم لصالح تلفزيون السعوديه، تلفزيون الكويت وتلفزيون مصر، الثلاثة هم المشاركين، والأستاذ هاني إسماعيل قرروا أن يصنعوا من هذه التوليفة من أوراق ابن أحمد بكتابة الشاطر أيمن. طبعا أيمن سلامة عارفين، شفنا له أعمال مع سبق الإصرار لحبيبتي غادة وأعمال أخرى جدا، فقرروا يعملوا يعني نموذج جديد من تقديم المادة التاريخية وربما فيها أيضا الدينية، لكن بقالب معاصر. وشخصيتي شخصية قوي من لحم ودم، يعني تقدر تحس أنه ماليمار دي موجودة هنا. ممكن أنا شفتها في مكان ما، مش أنه شخصيات جاية من التاريخ يعني تلاقيها مثلا بتعمل حاجات غريبة وعايشة كده في قالب عجيب. شخصية سلطوية مثلا، أو شخصية هي شخصية سلطوية لكنها شخصية زينا، يعني عاملها بمنتهى العصرنة. حواراتها أيمن سلامة كاتبها بذكاء، هي امرأة داهية تخطط للمؤامرات على مستوى معارك، مش على مستوى دسائس نسائية، يعني خطيرة جدا، بتوقع الدنيا في بعضها، وذكية، وهتكون عندها حانة تجتمع في هذه الحانة النماذج المختلفة من عساكر وقادة جيوش، وهي تسيطر وتدير بأنوثة بس من غير دلع، يعني واخده كاركتر غير اللي هم بيبقى عندهم حاجه. في الادوار اللي زي كده طبعا، وكانت من ضمن انطلاقتك مسلسل الفرسان. صحيح. كان انطلاقه غير عاديه في مصر، وهو اللي كان سبب شهرتك الواسعه في العالم العربي، وكان برضو الطريق الى كوتوز ودلع. ايوه انا بدوب هنا، مفيش دوبان هنا، انا اللي بدوب. ماليمار شخصيه هنديه، انا من المجموعه الهنديه، ومعايا يعني فريق من الاعوان كبار ومش عارف كل اسماء هندي. شخصيه خطيره. هيكون الممثلين فيه هنود ولا لا؟ لا، مش كلنا مصريين. كل المجموعه مصريه، بس في من الكويت، في طبعا من السعوديه، ده طبيعي معانا نجوم، وعلى راسهم المنتج الدكتور ماجد العبيد، ومعانا في الجروب. اكيد. طيب، كنت عايز بقى نروح بداياتك كمذيعه، وطبعا عندك في صوتك كده بحس فعلا لما باجي اتكلم معاكي انه المذيعه طالعه من صوتك، يعني بجد صوتك فيه يعني زي ما تقولي كده الفة للمشاهد. او انت جبت حاجه توجعني، مش عايزه اقول اسم المسلسل، بيتعرض على احدى المحطات الفضائيه، جايبين نجوم بيعملوا دوبلاج لمسلسل بيتعرض دلوقتي فانتازيا تاريخي، اصواتهم مش حلوه، مش مهم كل نجم يبقى عنده صوت رنان حلو. حتى لما تعمل دوبلاج لازم تراعي انه يكون اللي انت بتجيبه صوته حلو. سواقين تاكس بطلع معاهم عشان اختصر احيانا المسافات بدل عربيته كده، فببقى حاطه حاجات كده علشان ما يعرفونيش. اول ما اقول له كلمتين يقول لي مدام مادلين، اقول له عرفتيني ازاي؟ يقول لي صوتك. طبعا صوت ميزه. طبعا من مذيعه لامعه في لبنان لفنانه كبيره ونجمه
كبيرة جدا طبعا في الوسط دلوقتي طبعا نجمة مدين طبعا اسمها لما بيتذكر في أي مكان نجمة فوق العادة. يعني عاوز أعرف كان في حدود كسرتيها إزاي من مذيعة لفنانة ونجمة، وخاصة أن معظم المذيعات أو المذيعين اللي بيدخلوا الفن ما بيحققوش النجاح ممكن الناس تقول ايه لا ده خليه في الاذاعه احسن. ازاي وصلتي لانك توصلي للنجوميه بالشكل ده؟ موتها انا قتلت المذيع بكلمك جد. فضلت سنين من عمري، انت عارف انا انطلقت كان عندي 17 سنه بقدم استوديو الفن عيله، يعني ما كنتش خلصت جامعه الاعلام، كنت لسه بذاكر. فلما لمعت فرقعه جامده والطفله المعجزه والست الفظيعه ومش عارف ايه، كلام كبير بيتقال على بنت لسه بتبتدئ يعني. خفت من المذيعه الرهيبه بنجاحها انه تموت لي الممثله، فقعدت احارب، اشتغلت عملت مسلسلات في الوطن العربي كتير قوي قبل ما اجي مصر بكتير. عملت 4 افلام طول الوقت الناس تقول لي بس انت كمذيعه جامده، قول يا ربي اعمل ايه في المذيعه دي. فقررت لما اجي القاهره لو ربنا كتب لي ان انا استمر في القاهره، لاني انا جيت عملت وداعا قرطبه ورجعت بيروت، يعني حفطسها اخنقها للمذيعه وما حدش يعرف اني انا كنت مذيعه عشان ما يعملش مقارنه، لان المذيعه عندي اقوى من اي بدأت حاجه. بدات صفحه جديده، بدات صفحه ممثله وطمست المذيعه، لكن غصب عني يعني وحشتني دلوقتي موت. طيب يعني انا عايز اسالك برضو ايه اللي بيسيطر عليكي اكتر كالممثله؟ ايه اللي بيجذبك اكتر كممثله ولا كمذيعه؟ ولا اشتياقك للمذيعه دلوقتي هو اللي مخليكي شويه عايزه ترجعي للاذاعه؟ حسب الشوق. يعني انا في اوقات كتير عدت من عمري ما كنتش عايزه امثل. متعتك فين؟ متعتي في التمثيل. ليه؟ انت بتعيش كذا حياه، بتعيش حياه سنيه وفاطمه وعزيزه ومادلين وندى، ويعني كل الناس اللي انا عملت ادوارها. شوف بقى ربنا بيديك، كانوا بيقول لك اتفضل انا هديك اتفضل كذا حياه. فده شيء بديع، وكل شخصيه عملتها والناس بتحبني عشان كده بيصدقوني. عملتها نسيت نفسي تماما وحفظتها هي وما بعرفش اخرج منها، عشان كده ما بعملش عملين ثلاثه مع بعض الا اذا كانت درجه المشاركه بتاعتي مش بطلة أساسية من الجلدة للجلدة. مثلا هنا 7 حلقات زي السنة اللي فاتت، هنا 13 حلقة، هنا حلقتين. كنت عايز بقى أسألك بما أنك في المقام الأول مذيعة، شايفة إزاي مصر في خلال 3 سنين اللي فاتت إعلاميا، وتقيمي الإعلام العربي إزاي دلوقتي خلال 3 سنين اللي فاتوا؟ هو صعب جدا تقول كلمة تقيمي الإعلام العربي، الإعلام العربي أصلا في هوية لكل إعلام، مفيش هوية شاملة. يعني الإعلام في مصر، أتكلم عن البلد اللي أنا عايشة فيها، طلع جبابرة وعمالقة وأساتذة ونساء متصدرات، وطلع أيضا كوبي أند بيست بنات كتير خصوصا الجيل بتاعك. عشان كده لازم تاخد بالك جدا، أنت حبيبي صلاح، على أنه ما تبقاش كوبي أند بيست، يبقى لك نكهة وروح وطعم ولون بطريقة أدائك، بطريقة تصرفاتك قدام الكاميرا. بقوا كلهم بيقلدوا بعض وبيلبسوا زي بعض وبيتكلموا زي بعض وبيقولوا أي كلام عبيط. احترمتك جدا وأنا شايفاك قاعد بتذاكر قبل ما تطلع بتكلمني، وأنا صديقتك قعدت وقعدت ودد ودد مش عارف إيه أنا بعمل كده وما بحترمش الناس اللي هو توب اكشن ايوه ده مش عارف ايه اللي هو يعني حاضر الذهن، مفيش حاجه اسمها كده. اكيد لازم المراجعه، ولازم اكيد اي اعلامي علشان يظهر للمشاهدين في اي مكان يستعد. لازم يكون يستعد، لان ده احترام للمشاهدين في الاول وفي الاخر. ودي ما تعرفش ايه، ممكن ضيفك يبقى عدوك عايز ياكلك، في عندك امراض نفسيه كتير ان هو عايز يظهر عضلاته على المذيع. لازم تبقى مستعد بقى الاسئله بتاعتك، مفيش اخطاء وجاهز. وده اللي انا كنت بعمله طول عمري، كانت الاسئله انت حاططها فوق رجليك، انا كنت حاططها تحت رجلي، بس هو الفرق يعني عشان اول ما يقول الاستاذ المخرج الضبع ستوب اروح ارجع
على طول. حصلت فترة توقف كبيرة بعد ما اشتغلتي في كذا عمل، وبعدين رجعتي بقوة من خلال مسلسل مع نجمة الجماهير نادية الجندي مشوار امرأة، ومحمود المصري مع الأستاذ محمود عبد العزيز. لا وفي السنة دي رجعت بأربع أعمال وأصحاب المقام الرفيع، حسين فهمي ومصطفى فهمي طبعا مع مدام نادية ومحمد بس، دول كانوا أبرز الأعمال اللي كانت موجودة في الوقت ده. عاوزك تكلميني عن المرحلة دي والتعاون مع نجمة الجماهير طبعا نادية الجندي، والتعاون مع النجم الكبير محمود عبد العزيز كان ازاي، وازاي العملين دول أثروا في بالإضافة الشوارع. للأسماء الكبيرة دي كان في أسماء كتاب تقال يعني، ومخرجين تقال يعني، كان الملك مجدي أبو عميرة في محمود المصري، والكاتب لأول مرة حبيبي مدحت العدل، ده أول تجربة كانت مع الأستاذ مدحت، والكاتب كان يعني هو أمنية أي حد أنه يشتغل مع مدام نادية، بس برضك هي تحسن اختيار أكيد الورق والمخرج. كنت مرعوبة، أنا عمري ما بستخف ولا بنجم صغير ولا نجم كبير ولا حد معروف أو غير معروف، دايما يعني أستاذ مصطفى محرم تقابلنا، الكاتب الكبير تقابلنا في سوريا، فقال لي ليك عندي مفاجأة. كنتش عارفة المفاجأة إيه، هو اللي رشحني مدام نادية، قالت له والله وافقت، العزيز المنتج الكبير محمد فوزي ساندني لأنه كانت البداية، وطبعا المخرج العظيم أحمد صقر قال لهم توفيق، يعني كنا موفقين جدا بمدلان لأنه هي الشخصية النارية هتجيب لنا الكاركتر، شخصية مجنونة بس أنت عملتيها بشكل لايت خفيف، بس هي مهتزة يعني مش شخصية سوية، بكل تصرفاتها she is on the edge دايما، تصرفاتها فيها تطرف، وعملت شعرها أحمر ضحيت بشعري يعني لأنه تعمل صبغة أحمر يعني هتبوظ شعرك، لأنه كنت عايزاها نارية وشبه سالي. أنا سالي هانم، حد يقول عن نفسه أنا سالي هانم في حكاية مهزوزة. طيب يعني اشتغلتي مع عمالقة ناس كبيرة جدا زي محمود عبد العزيز ونادية الجندي، ومؤخرا مع الزعيم عادل إمام، طبعا دور كان رائع. ازاي ان انت بتقدري ان انت تستفيدي من كل حد فيهم، وازاي بتقدري ان انت تعملي شخصيه مختلفه مع كل حد بتتعاملي معاه، يعني في كل شخصيه بحس ان مادلين مندمجه جدا مع الممثل اللي قدامها، حتى لو كان مين بتوه يعني. انا استاذ عادل، لو انا شفته استاذ عادل ما كنتش مثلت، ما تقدرش تمثل يعني، اول ما ابص له اضحك ما تقدرش يعني، هو بني ادم ايه الحضور، ايه الهالة الفظيعة في وجوده وسهل الممتنع، فكان القرار اني انا ما اشوفش، المح النجوم بس ما اشوفهمش، لانك لما بتشوفهم كويس قوي بتوه يعني. محمود مرسي، عمر الشريف، مين اللي اشتغلت معاه كان سهل طبعا. يعني كل طبعا. الاسماء اللي اشتغلت معها صلاح السعداني، يحيى الفخراني، كلهم قامات طبعا، كل هذه الأساتذة، مصطفى فهمي، حسين فهمي، خالد زكي، خالد النبوي، كل الشباب الصغير والكبير عندهم هالة مرعبة. أنا الأستاذ عادل دخلت الاستوديو وغمضت عينيا وقالوا أكشن وابتديت، حتى هو سقفولي. فين مادلين طبر من شاشة السينما؟ ليه ما بنشوفكيش على طول في شاشة السينما زي التلفزيون؟ قررت من ثلاث سنين اكسر القاعده بتاعتي، اللأ بتاعتي، انا بقول لأات كثيره، قلت هقول وهينزل السينما يلا. عملت محترم الا ربع، وبعدين عملت ضيفة شرف بارتيتا، وبعدين عملت ريكلام، وبعد ريكلام عملت شارع الهرم. ما حبيتش السينما دي بس عملت يعني، قلت مش هفضل اقول لا، بس دخلت، بس مش هو ده اللي انا عايزاه، دي مش السينما اللي انا عايزاها، مع احترامي للاسماء طبعا، المخرجين والكتاب والاساتذه والنجوم اللي اشتغلت معاهم في الافلام دي، لكن مش هي دي السينما اللي انا عايزاها، انا عايزه سينما تقول حاجه. والسنه دي كنت هموت لما عرفت ان الاستاذ محمد خان رشحني لدور رائع في فيلمه الجديد اللي بيصوره دلوقتي مع نجمه حميده، ولما محمود حميده اعتذر فبقى كدواني هو البطل، كدواني سنيا يعني ما ينفعش معايا، راح مني دور عمري. يعني دي السينما اللي انا عايزاها، السينما اللي هي الجد اللي بتقول الجد. حاجه السينما بجد، السيما
هي دي اللي انا عايزاها. ايه رايك في المسلسلات اللي ابتدت تنتشر مؤخرا اللي هي 60 حلقه فيما فوق؟ وهل ده يعني كنوع من محاربه الدراما التركيه اللي داخله علينا وتاثيرها على المواطن المصري او المواطن العربي بشكل عام؟ شايفه ازاي المسلسلات دي وشايفه هل هي دي في صالح الدراما المصريه ولا جت في مش في صالح؟ هي مش مفاجاه احنا صانعين السلسلات دي. يعني انت فاكر استاذ اسامه انور عكاشه كان يقدم لنا، بس ما كانش يقدمهم مع بعض، كان كل موسم أجزاء. مثلا بوابة الحلواني، مش بس يعني اعمال كتيره يعني. فرايي انه حكايه السلسله الطويله دي هي ان كانت رغبه عند المشاهد فليكن نعمل 60 حلقه، بس تبقى القماشه الدراميه مكتوبه اصلا تستوعب 60 حلقه، مش تبقى معموله اصلا ل 15 حلقه ونقعد بقى يطلع البطل قال ايه بيسمع مش عارفه ايه ربع ساعه هو تايه عشان يزود المده. بين كل عملين ثلاثه بيبقى في بصمه واضحه لمادلين طبر بتشكل مسيرها في مشوارها الفني. عاوز اعرف بقى ايه اهم المراحل في مشوار مادلين طبر من وجهه كتير نظرك انت؟ كتير قوي يعني. عمل 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 يعني عايز لحد دلوقتي قولي لي كذا كذا. اللي هيخطر على بالي علما اللي انا بحبهم مش هم اللي عملوا لي النقله يعني. انا بحب قوي ابن ماجه، ما عمليش حاجه، بعشقه وكنت جباره وخطيره ومرعبه محدش شافه. بحب قوي اعمال ما اتشافتش صح، زي ارض الرجال مع العملاق استاذ صلاح السعداني، عمل مخابراتي ما اتشافش صح. في اعمال كبيره عملتها عدت ما اتشافتش صح. ايه سبب عدم ان هي ما اتشافتش صح؟ يا توقيتها، تايمينج اللي حطوا فيه، يا مثلا ما تعرفش الظروف، كل واحد له ظروفه. بس عادة بيبقى التوقيت، وبيبقى كمان لو كانت محطات خاصة أخرى اشترت العمل. فتبقى يعني أنا طول ما أنا قاعدة بشوف بقلب كده بلاقي، لأنه ناشطين العدل جروب يعني بايعين مثلا محمود المصري لكل المحطات اللي في الدنيا. مشوار امرأة بردك يعني احسن من غيره، مش كتير قوي يعني منتشر. فاعمال بتاعت اللي هي بتاعت الاتحاد وما اتباعتش كويس، ما اتباعتش وما اتذاعتش، موتت. بس يعني محطاتي تقريبا كتيره يعني. لو ابتدينا في الاول المحطه الاولى اللي هي الفرسان وإيلات، المحطه الثانيه كانت اصحاب المقام الرفيع، مشوار امراه، محمود المصري، محطات كتيره يعني. انا هقف فين ولا فين ولا فين؟ انا عملت زيزينيا، عملت لي كمان جامب لحته ثانيه. عملت مع مدام فاتن حمامه دور ضيفه شرف، بس كمان عمل لي جامب. بعدين استاذ عمر الشريف عمل لي جامب، نقلت افزات كده سريعه. حنان وحنين، بعد حنان وحنين عملت الحقيقه يعني ما بطلتش نقلات، ونقلات انا كانت تفاجئني يعني. انا بعشق الرقص، فما حدش قدمني في دور راقصه غير لاحد ينام في اسكندريه. يعني استاذ حسن عيسى للاسف انه ما بيشتغلش دلوقتي، واحد زي ده عبقري. الصوره عنده حلوه قوي، بياخد باله من التمثيل، بيفهم ورق، ما اشتغلش. فلا احد ينام في اسكندريه مع ماجد المصري عملنا تحفه. فين هو؟ ما اتشافش، ما اتعرضش، ما بيتعادش. بضحك وانا بتفرج على اعمال هزيله بتتعاد في القطاع والاتحاد وما بتتعادش لاحد ينام في اسكندريه مع انه حديث. ففي يعني في اعمال حظها سيء لكنها اعمال كبيره وكانت لينا نقله كبيره. نقله انا شايفاها نقله. طبعا عايز اقول لكم يا جماعه انه مادلين عامله جروب على الواتساب، جروب تحفه بجد، كل الاعضاء فيه صحفيين واعلاميين مشهورين جدا ومعروفين جدا، وانا انضميت ليهم مؤخرا. طبعا اصغر هي اصغر عضو عندنا حاجه 25 24. فطبعا الجروب ده مسمياه الفن والابداع في مواجهه الارهاب، وكنا عايزين برضو نتكلم عنه النهاردة، وعايزين نعرف الناس ايه هدفك من الجروب ده. اولا لازم اقول مساء الخير على الجروب. الجروب طبعا بتابعنا في كل خطوة. وبتمنى انه طبعا بمسي عليهم برضو. انا كمان بمسي عليهم، احنا اعضاء مع بعض في نفس الجروب، واحنا بقينا عيلة بجد يعني. نتناقل ونتواصل ونتناقش ونتخانق ونتصالح. الهدف الاولاني كانت الفكره كانت بتاعتي ان كنت مستفزه كل ما قتلوا عسكري صغير في اي مكان في سيناء، ابقى يعني مش عارفه اعمل ايه. مستفزه.
قلت طب ما تعملي حاجه بدل ما انت مستفزه. فعملت الجروب، كانت البدايه استفزاز، بعدين الله بقت الناس تكلمني واسماء كبيره. لا ابتديت اضيف ناس فعالين جدا، بعد شويه رجال اعمال، بعد شويه رجال اقتصاد، بعد شويه دخلوا الرسامين والمبدعين، بقى الابداع يشمل كل جميع انحاء العالم، وبقت امريكا وروسيا والكويت وقطر و... لا ما فيش عندنا قطري للاسف، بس لازم نضم حد من قطر، ليبيا، يعني سوريا طبعا كبيرة. لبنان طبعا، هي اكبر مجموعه مصر، بعديها كانت لبنان، مين الثالثه؟ الكويت. لو كانوا مصريين كانوا الجماعه اللي كانوا في الكويت. فابتدت الفكره في الاول كده، يعني انا عشوائيه اني انا مستفزه عايزه اقول رايي واسمعه لاكثر من حد. وبعدين طبعا فيها مصلحه اعلاميه عشان ما اكونش بكذب، اني انا اي خبر زي خبر مثلا دلوقتي انا على دريم هتلاقي 60 مطبوعه كتبت الخبر اكيد. طبعا بنرسل تحيه طبعا لمدام نضال الاحمديه في لبنان، وبنرسل تحيه كمان لمدام صفاء ابو السعود، ومدام رولا خارصه، ومدام لميس الحديدي اللي موجودين معانا على الجروب، ومدحت العدل، واستاذ مدحت العدل، ومي بديع سربي، وانت كده ورطتني هتخليني اقول كل الاسماء لانه كلهم بنفس الاهميه، وهم يعني هم اصحاب الفضل، ياسر العيله وكل المجموعه، انه خلوني هم اللي خلوني اني ما فكرش في اقسم الجروب لقسمين. انت عارف انا في المرحله الاولى في ناس اعترضت وقالت احنا الشباب الصغيرين بيهرجوا قوي مع بعض على الجروب. طيب احنا دلوقتي عاملين لك مفاجاه بمناسبه يا جماعه ان مادلين كان عيد ميلادها يوم 26 اللي فات، فاحنا كنا المفروض ان احنا نحتفل معاها النهارده، انا اصريت ان انا لازم احتفل معاها النهارده بعيد ميلادها. شكرا. بجد كل سنه وانتي طيبه ودايما من نجاح لنجاح يا مادو، ويلا نحتفل بعيد ميلاد مادو. شكرا 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 شكرا، كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو مي، ميرسي وانت طيب. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. انزل يا جميل في الساحة واتمخطر كده بالراحة، انا هقول امنية، انزل انزل يا يا رب يا رب. لا خلاص كمان تاني، اتمنى تاني، ده اربعة وشز. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Merci قوي لدريم. Thank you dream. Thank you dream. Thank you dream. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حوارنا مع النجمه المتالقه مادلين طبر، وطبعا كنا بنحتفل بعيد ميلادك قبل الفاصل، وكل سنه وانت طيبه مرسي. ودايما في نجاح وتالق مستمر. ميرسي على الجاست وعلى كرمك وذوقك، وميرسي لدريم، متشكرين جدا. كمان عايز احكي عن الفتره اللي انت اشتغلتي فيها بقى مع عادل امام، عايزين نبتدي بقى مسلسل قوي فاتت. جدا مسلسل قوي جدا مع النجم الزعيم عادل امام. كنت عاملة فيه دور كوميدي طبعا، كل الناس اتفاجئت بيكي ككوميديانة. عايز اعرف بقى فين الكوميديانة دي من زمان؟ والله موجودة بس ما حدش خبط على الباب، ده انا عملت اوتو فار فايف ستار مع حبيبي سموع سمير غانم. وكنت عاملة شغل فرسار يعني، مع انه دي صعبة جدا، بس معرفش ليه ما حدش يعني داس على زرار الكوميدي، أنا بحب الكوميدي. وفاجئت الأستاذ عادل بإن شاف يعني جوايا بنت أهم ما فيها الكوميديانة اللي كانت جوايا، يعني إنها سبونتينيوس، مش مصفصفة الحواديت، أخدت الحوار وشربته وطلعت بقى بجسم الشخصية وأضفت، وهو وافق على الإضافات، وأنا يعني بعد ما خلصت قلت له يعني أنا عفوا قلت حاجات ما كانتش موجودة، قال لي تعملي اللي أنت عايزة،
انبسط قوي مني. عايزه اتكلم عن مشهد السوبر ماركت طبعا المشهور جدا. مشهد السوبر ماركت اللي اشهر من السوبر ماركت الاسم. تعرف مين البطل بالسوبر ماركت؟ السوبر ماركت المخرج هو البطل حبيبي رامي. الشطاره في الاسم، مشهد الاسم وانا بيحققه معايا ومش فاهمه. وين الشوفير؟ هو بيقول انه الراجل بيجيب لهم قصب ده عسل. ابن عادل امام محمد ده كوميديان فظيع. فقاعد يعزم عليهم عشان بيحب بنته. وانا جاي اشتكيهم. والرياكشنات اللي هي انه بيقولوا ايه دول. والنرفزه باللبناني. مش عايزه قصب سكر ولا بلوط. بقول ايه البلوط يا بدلين، ايه البلوط. طبعا بتضيفي اضافات من عندك لبنانيه لان انت لبنانيه. بالظبط، قلت انا لازم اديها الروح بتاعت الكاركتر. فكانت مشهد ما حصلش. وبعدين لحظه ما انا مشيت وانا ماشيه عملت له كده. فين الشوفير؟ دي كلهم اضافات. يعني طبعا الكاتب ابو دم خفيف كاتب حاجات حلوه قوي بس بالمصري. كان لازم انا اترجمها واديها روح الشخصيه. يعني قلطتها ان واكله علقه جامده قال وين الشوفير. طبعا مش هينفع ان انا انسى اسالك على يعني سر جمالك. طبعا كل الناس عايزين يعرفوا سر جمالك ورشاقتك وانك محافظه على نفسك بالشكل ده. يعني قولي لي نظام يومك بيبقى ازاي او بتتابعي ايه في حياتك؟ عذاب عذاب عذاب. بعشق الاكل وبموت في الاكل. امبارح مثلا كنت هموت اكل لي حته تتفرخ قد كده قبل ما انام مثلا بساعتين. قفلت بقي. عذاب عذاب. قاعده باكل فاكهه ومش عارف ايه. اي كلام بس عشان املى المعده ما تتضايقش. يعني بقى عذاب ما بهركش. احنا لما كنا خارجين اخر مره قلت لي يا احمد بشرب عصير بقدونس. صح. هل هو ده اللي بتتبعيه على طول علشان خاطر؟ بص انا هكون انا حبيبتك فهصارحك. رحت لدكتور عندنا جارنا في المانيال في الشارع مش عايزين نعمل له دعايه عشان ما يتشالش، بس دكتور معروف للتغذيه على اساس اعمل ريجيم. انا زايده حاجه بتاعه 3 كيلو فمش طايقاهم. ما عرفتش التزم بالريجيم بس اخدت منه سرقت منه كام حاجه وهديها لكم مجانا. واحده منهم روشته مادلين طبر. كله يكتب معانا. حاجه بسيطه جدا، تنزلوا العطار او تجيبوا كمون. الحب الكمون اللي بيبقى شكله زي السمسم كده كمون. ايوه تمام. وتغلي معلقه على الصبح بالميه صفيها وتشربها. اللي ما يحبش الكمون البقدونس ألذ وملوش طعم. بحط البقدونس بعد ما اغسله كويس وانضفه وبحط طبق على الحله. دي مهمه. طبق على الحله بحيث انه الميه بتطلع فوق وكل البقدونس بيبقى تحت وبصفيه وبحطه بشرب منه كل يوم وبالليل وبالنهار. بيخسس لو في اي شحوم بتروح. وبقفل بقي بدءا من الساعة 9 تقريبا بقفله يعني باستثناء جزر خضار يعني فاكهة كده. طبعا مش هقدر انسى دور كليبة في مسلسل فيفا قطاطا. كان برضو كوميدي جدا. انت فجأة اكتشفتي نفسك ككوميديانة. بقى اسيبك بقى من الادوار التانية بس انت طبعا الادوار القوية جدا بتليق عليكي. صحيح. اللي هي زي الادوار التاريخية والحاجات اللي هي انا اللي عشان اضحك مع سعد ما عملتش زي ما عملت مع الزعيم. مع الزعيم انا شاركت في صناعة الكوميديا في لحظة المشهد. مع سعد اخدت قرار بيني وبين نفسي ووافق عليه صديقي الاستاذ العبقري سامح عبد العزيز لاني ابقى في منتهى الجدية بمثل. يعني اخد انا العصر الجاهلي بقى وفي نفس الوقت ماذا يقول هذا الرجل طول الوقت اني مستغرب اني واستغرب بجد. لاني انا لو شاركته في الكوميديا كان المشهد هيقع. وانا كنت هبوظ مش هطلع مش هقدر اوصل له. في اللي هو بيعمله وهو مش هيقدر ياخد من رياكشناتي لاني انا كنت طول الوقت مخضوضه هو بيعمل ايه بيقول ايه. طبعا كان ليه مواقف كوميديه كتير في امسك نفسي عشان ما اضحكش. يعني لا محمد سعد جبار ما شاء الله. فكان مع محمد سعد كان الشغل في قطاطا انا واحمد وفي عاملين خطه انه نمثل بجد بس وقت السكر والعربده تاخد راحتنا. كفار بقى كفار بجد. الكلام ده هاتي ها ورقص وشخلعه حلو قوي. الكفار في اعمال التاريخيه حلوين كلهم بيقعدوا قاعدين بيبقوا قاعدين يضحكوا معرفش ليه مصحلين ومبسوطين ومفيش حاجه في دماغهم. بيضربوا والتانيين اللي بيصلوا بياكلوا علقات وحالتهم عاله. مش عايز برضو انسى دورك الكوميدي برضو في العمليه ميسي وخبيرة
اللي هو خبير طبعا الترويد، لا مش ترويد، ده ميسي كان مسخره، كان عامل قرد وهو راجل. ايوه انت كنتي محميته الحقوقيه، الدفاع للدفاع عن حقوق الحيوان. حقوق الحيوان، يا ريت حقوق، حقوق الحيوانات، ان الحيوان في الشرق الاوسط متبهدل. عايزك تكلميني عن التجربه دي، وازاي المخرج اصلا، يعني ازاي شافوا مادلين طابر في ادوار كوميديه بالشكل ده، ثلاث ادوار. هو يعني منوش ده عبقري، احمد مناويشي مخرج، هو رسام مبدع يعني تشكيلي فنان. انا بحب الفنانين التشكيليين، بحيي استاذ ابراهيم غزاله لانه النهارده انضم للجروب. بعشق الفن التشكيلي، يعني كنت اتمنى ابقى رسامه، كنت اتمنى ابقى راقصه، يعني في حاجات تمنيتها او ميوزيشن دي ما بس طبعا عيلتك ما كانتش هتوافق، لان انا عارف ان العيله كانت محافظه جداً. صعبه جدا. المناويشي لما اختارني في دور جيني اللي هي مخابرات امريكيه دمها خفيف ولاسعه، بحيث انها هي مش عارفه انه القرد ده راجل. بس لما بتكتشف انه القرد ده راجل بتجيبه وبتاخده على امريكا وبتحوله يعني الى دبل ايجنت. فكان لازم اعملها بخفه دم، ما اعملهاش هنا بالسيريس مبالغ بيه زي ما عملت مع بيفا اتاتا. فعملتها الليتل بيت فاني اند كيوت عشان تمشي مع اجواء المسلسل. او كان في مسلسل رابع بس ما لقاش النجاح بتاع الثلاثه دول اللي هو الاكسلانس. الاكسلانس مع احمد. ما انا عايز هننتقل بقى للاكسلانس، ودور طبعا مختلف عن بقيه الادوار. طب ازاي قدرتي ان انت تعملي اربع ادوار في ثلاثه منهم يعني كلهم كوميدي وواحد تراجيدي؟ مفيش واحد زي التاني. ازاي ما انا فاهم بس ازاي قدرتي ان انت تفصلي المشاهد بين ثلاث ادوار طبعا مختلفين وفي نفس الموسم وفي نفس الوقت في دور تراجيدي معاهم، فازاي قدرتي ان انت تفصلي وتخلي المشاهد يصدقك بالدرجه اللي كل الناس حبت فيها مادلين طابر في شهر رمضان اللي فات؟ لو انا كنت البطله الاساسيه من الالف الى الياء ما كنتش عملت غير مسلسل، او في اقصاها مسلسلين، واحد يخلص وتخش في التاني. احيانا بيحصل كده، وانت بتبتدي مسلسل وما بتعرفش، ممكن تروح متعطل وواقف، يجي لك التاني يبتدي اللي كان متعطل، فاحنا ما لا نملك الوقت. انما في ده انا خططت ورسمت وظبطت، ربنا اكرمني انه اولا فيفا سبع حلقات، عادل امام ثلاث حلقات او حلقتين، 13 حلقه ميسي، ومش في نفس التوقيت ابدا. سبع حلقات اكسلانس، وسبع حلقات اكسلانس في الحلقات الاخيره. الحلقات الاولى بتاعت فيفا اطاطا انا من الاول من واحد لسبعة، يعني كملوا بعض، عملوا على بعض مسلسل. يعني انا موجوده في اول فيفا اطاطا، طيب. وموجوده في نص العملية ميسي، موجودة في آخر إكسلانس وإن بتوين عادل إمام. ما خفتيش من موضوع الدور اللي هو يعني ضيفة الشرف ده، وخاصة أن أنت متعودة تشيلي بطولة وبطولة تانية، فما خفتيش ليه؟ يعني أنا حسيت أن أنت الفترة اللي فاتت رمضان اللي فات ده جازفتي بأربع خطوات مع بعض. صحيح. إزاي؟ هي بص، لما جاني أول حد فكر يجيبني ضيفة شرف في دور كان الأستاذ عادل إمام، وخفت زي ما انت قلت، انا خفت، قلت لا انا لا ليه اشيل انا كذا، ما انزلش مش عارف ايه، اعتذرت ومشيت. ورحت ابو ظبي، كان في مهرجان او حاجه كده، وكانت مدام لبلبه، فقالت لي انت مجنونه، ما عندكيش كبير ينصحك. لا يا مادو، ارجعي عن الاعتذار واعملي الدور. عندها حق، وانا اشكرها، اشكرك يا نونيا يا حبيبتي، لانك نصحتني. بنوجه لها طبعا تحيه من خلال برنامجنا. ونصحتها كانت في مكانها، فلما رجعت وعملت الاستاذ عادل قلت خلاص بقى. لما انا قلت اوكي لضيفه الشرف، ما اعمل ضيفه شرف مع محمد سعد، كلهم نجوم كبار يعني، مش نجوم قليلين، اعمل مع مناويشي، اعمل مع اكسلنس، وهكذا كان. فكان عام ضيفه الشرف. السنه دي جاني ضيفه شرف رفضت، وللاسف السنه دي شكلي مش هشتغل حاجه، يعني لو فضلت على جناني كده انا برفض. رفضت ثلاث مسلسلات لغايه دلوقتي، بطولات. بمناسبه الرفض بتاع المسلسلات، اعتذار، بلاش رفض، اعتذار، كان سببه ايه بقى؟ بين السرايات، وكان معاهم عملين كمان او عمل، يعني لا هو بصمات تم توقيفه لعام تاني، ما اعرفش بقى ايه ظروفه مع محمود كامل صديقي وحبيبي، وعمرو مكين المنتج الجامد الجميل. اما بين السرايات فانا بعشق صديقي سماح عبد العزيز، عايز اشتغل معاه، واول مره اعتقد الكاتب احمد عبد الله يعني اشتغل معاه عمل، بس قريت انا ما حبيتش دوري
مش ما حبيتش العمل رائع رائع، ما حبيتش دوري. عارف لما تحس انه مش عارف تلاقي لها ملكه. الثاني مسلسل زواج بالاكراه، حبيت دوري قوي والورق قوي وكل حاجه قوي، ومعايا حبيبتي زينه برضك يعني كاست حلو، لكن الفلوس ما كانتش على ذوقي. فمش دايما يعني بتبقى رفضك نابع بس يعني في توليفه، منتج على مخرج على كاست. مشاريعك بقى القادمه الفتره الجايه، وهل في بقى اعمالك غير اوراق التوت؟ في ايه؟ في بس مش عايزه اتكلم كتير الا لما اخش تصوير. يعني اوراق التوت طبعا ده عمل رائع وكبير، بطوله كمال ابو ريا وصابرين وهيدي كرم وفراس ابراهيم، فراس اسمك ايه؟ فراس سعيد هيموتني لو شفته من يومين في الديوان وما عرفتوش. قاصص شعره وقاصص، ما انا كنت معاكي يومها شو ما عرفناهوش لانه قاصص الشعر هو مميز فراس فراس السعيد في ده. ولا مجموعه كبيره ضخمه قوي من نجوم مصر في اوراق التوت، طبعا مع ماجد عبيد الاستاذنا الكبير. عندي مسلسل كوميدي برضك سوري. لكن مش عايزه اتكلم عليه لانه مش سامح لي المنتج قبل ما نخش تصوير، ودي التجربه الاولى ليا في الدراما السوريه. وعندي مسلسل ثالث لكن لسه بنتفاوض. الفلوس السنه دي في حاجه مش مفهومه، المنتجين مش بيتشطروا بيتفهلوا. في فرق بين الشطاره والفهلوه، يعني ما يصحش كده يا جماعه. عايزين يشتغلوا ب 10 جنيه ما تشتغلوش. طبعا شرفتيني النهارده ونورتيني بجد، انا مش عارف اقول لك ايه. وطبعا ان شاء الله في نجاح وتالق مستمر، وانت نجمه كبيره ونورتيني النهارده بجد، وان شاء الله دايما في نجاح وتالق مستمر. شكرا، ميرسي لحضرتك، ميرسي لدريم، شكرا للجميع الموجودين، وشكرا للمخرج استاذ سامر، الماكيورا زينب، والكوافير حميدة، كنتوا رائعين جميعا، شكرا. وللأسف لحد كده أكون وصلت معاكم لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة. بشكر النجمة الكبيرة مادلين طبر على تنويرها ليا النهاردة في الاستوديو، بجد خطوة عزيزة جدا. استنوني كل يوم اتنين الساعة 5، والإعادة في نفس اليوم الساعة 1 بعد منتصف الليل. كمان شوفوا البرنامج أكتر على youtube.com/dreamtvchannel، وشاركوني بآرائكم في البرنامج، واختاروا عاوزين تسمعوا وتشوفوا أفلام وأغاني إيه على إيميل البرنامج standby@dreams.tv، وأكيد follow me on Facebook @standbywithAhmadSalah، تويتر @standbyprogram. ولقائنا بيتجدد الأسبوع الجاي. So don't forget to keep your mind standby.